لأنهم لم يكونوا بعيدين من الأرض كثيرا
إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك، فلما نزلوا إلى الأرض رأوا جمرا موضوعا وسمكة موضوعة عليه وخبزا، فقال لهم يسوع: هاتوا من السمك الذي اصطدتم الآن. فصعد شمعون الصفا وجر الشبكة إلى الأرض وهي مملوءة سمكا كبيرا 153، ومع هذا الثقل كله لم تتخرق الشبكة. وشوحا لنا الكتاب أعطي لنا والنص أعطي لنا ونحن عند ساحل البحر. اليوم يظهر يسوع عند بحيرة طبرية، وهذه البحيرة هي بحيرة اسمها هيرودس على اسم طيباريوس، حتى يتملق له، ولهذا اسمها طبرية اسم طيباريوس. مرات نتملق، مرات نسيس كل شعبة. يسوع يريد أن يبني كنيسة على رؤوس جهلة ما يخالف. عند ساحل البحيرة طبرية، بحيرة تنطيق روحية غير طبيعية. إذا اللي يروح القدس أكيد راح يروح هناك ويأكل سمكة بطرس، لكن في هذه البحيرة هواية أحداث خلاصية صارت تؤرخ ضمن إطار حياة الكنيسة. يسوع في هذه الأجواء دائما نشوف بأنه بعيد عن تلاميذه، تلاميذ يعني ثلاثة أربعة خلاصة عفوه عند الصليب، واحد ذكره واحد خانة وسلمة والبقية شردوا، يعني مع الأسف الشديد إذا باوع قبل القيامة على الذين يكونون الكنيسة واين القرار، لأن حرامات هذول هم اللي خانوا يسوع. ولكن هنا الخبرة الفصحية، هناك نزول الروح القدس على التلاميذ غيرت الأمور كلها، والآن بدأوا يفهمون شنو معنى الوقوف بشجاعة أمام الرؤساء بدون سياسة وبدون تملق من الرئيس. إنه دائما عندهم شيء اسمه إن الروح القدس هو الذي يدافع عنه، باركليطوس، والباركليطة هو اللي يدافع عن كل واحد بينا، كل واحد معمد ما يخاف من الرئيس ولا يتملق للرئيس. ولهذا تشوفون التلاميذ قبل القيامة وبعد القيامة بعد نزول الروح القدس الأمور تختلف. تلاميذ يضعهم يوحنا سبع، إذا تشوفون العدد هو سبع، يترأسهم واحد فاشل لا أعرف يصيب بشر قبل القيامة ولا بعد القيامة اللي هو بطرس. جاءه يسوع ودعاه وقال له: تعال عوف الشباب، تعال أنا أسوي صياد بشر. شنو صياد بشر؟ تعرفون شراد شبكة؟ فكرتوا شنو معنى صياد بشر؟ إن السمكة هالطولة، بس البشر هالطولة كبرى، وهنا معناها شبابك لازم تكبر وتتطور وتقوى لأن الروح القدس فيها. تعال أنا أسوي صياد بشر، تعال صيد بشر بمعنى تعال تصير شنو؟ تصير راعي، تكون الكنيسة وعاف الشباب. بطرس وذهب مع يسوع. هذول السبعة اللي هم على القارب راحوا ويا بطرس الذي هو بلا شغل لا عمل، ويسوع فارقهم والآن راحوا يصيدون. سبعة ليش يوحنا يخلي سبعة في القارب؟ رقم سبعة ورقم الكمان، واليوم نشوف بأنه رقم الجماعة الخسرانة بلا يسوع. كل شغل ما بيسوع خسران، حتى القارب اللي تركبه
راح ينزلوا في ظهرك. ولهذا قضوا الليل كله يصيدون، رجعوا الى مهنتهم الرئيسيه. اخذنا وياك يا بطرس، ما نريد نقعد نضرب اخماس بزاز، اخذنا نشتغل وياك. ساعدنا عن قارب سبعه انتم وما قدرتوا تصيدون سرجايه واحده، الليل كله قضوه يصيدون وما صادوا. شنو معناها يوحنا هنا اللي يقول لنا؟ اللي يقول دير بالك بتعيش حياتك بدون يسوع، ترى كل شيء ما راح تصيد، اي ثمار تؤتى للاسف الشديد، حتى اذا انت زنكين، بلا يسوع زنكين. بس هي مو ثمار الزنك يا عزيزي. كواية بيكم يفكر، ما يفكر بدرد الجوعان. من يحكي عن الفلوس هو زنكين. ويقول لا احنا ما مرتبطين بالفلوس، شنو الفلوس؟ وسخ دنيا. اي روح انت اسبح. من تروح تسبح وصل مثل الشاب الغني تعطي فلوسك للفقراء كلها. لكن ممكن تروح تعال احكي لي، احكي لي على شنو معنى وسخ الدنيا. مو انت متوسخ وتقول لا، طبعا حياتك مترفه وفلوسك بالبنك وناس ميته جوع. ليش؟ هذا الايمان. هذا ايمان. هذا ايمان. كله كلام في كلام. نكرز 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 وانتم تسمعون وتكرزون ولا ولا واحد يعيش. ولهذا شنو؟ ماكو هالثمار. احنا نحكي عن الثمار. هنا يسوع يقول ها واقف هو عند سفح المياه، هم بعيدين ما يشوفوه، مثل تلميذ عماوس بانجيل لوقا، مشوا وياهم وما عرفوا وجهه. لما انكسر الخبز يلا اختفى هو، يلا تذكره. اذا العيون مضروبه والقلب لازم ينفتح. هاي العيون ما تسوى فلس، لكن عيون القلب اللي هي لازم تنفتح. نفس الشيء اليوم من بعيد يقولوا اه جوانقي جوانقي، يعني يا شباب ايها الكبار ايها الفاهمون، شو بقول؟ ما شاء الله كل شيء ماكو من جو. قال لهم ها وينكم؟ ايش صدتوا؟ عندكم شيء اكله؟ ها؟ سبعه سبعه بمعنى سبعه رقم كمان الفشل. فبإمكانك تدخل الكنيسة وبإمكانك تأخذ القربان، ولكن ولا تحصل من ثمار المسيح. وهذول كانوا ويا يسوع، ولكن بلا يسوع شوفوا ما صادوا ولا سمكة. قالوا كلا لم نصد شيئا. قالوا أوكي شمروا الشباك. الشباك هي رمز شنو؟ رمز الأسرار المقدسة، هي رمز التبشير والبشرة. رمز شمر الشباك على يمين القارب. شوف الضحك هنا، اكو يمين واكو يسار بالقارب، هو قارب على الماء، هو السمك منتشر جوا القارب. كانوا شمروا عن يمين، بمعنى خلي يكون فكركم سماوي، مو فكر يساري، مو فكر الانا، لان الانا يريد يسويك يساري، ولكن الكنيسه الحقيقيه تريد تسويك انسان سماوي يميني. انا نحو اليمين، نحو عرش العزة الإلهية. يسوع حين صعد إلى السماء جلس عن يمين الله. شوفوا هنا ارموا شباككم عن يمين حيث مكان الابن. دوروا على المخلص، لا تدورون على روحكم، لا تدورون على نفسكم، لا تدورون على مراكزكم. ملينا اليوم، نريد واحد يعلمنا نروح على اليمين. اليوم كنيستنا محتاجه تبشر وتروح على اليمين. اليوم مهجرنا لازم يمشي على اليمين، ولازم يلقي بشباكه على اليمين حتى يصيب. احنا دا نشمر باليسار، احنا دا نشمر بالانا. ولهذا ما نصيب، ولهذا ما نبشر. والكتاب المقدس اليوم ما له مكان. اليوم السياسه هي اعظم. وانا نشغل نفسنا، لكن ما قلتوا اليوم الكتاب المقدس دينهان؟ اليوم اسرارنا دينهان. اليوم اكو هواي امور نحتاج ندافع عنها، ان نشمر شباكنا على يمين القارب. اليوم الكنيسه محتاجه ناس يمينيين، ناس يبحثون عن العزه والمجد الالهي ولا يبحثون عن ذواتهم. هذه هي الكنيسه اخوتي واخواتي، هذا هو مشهد بحيره الطبريه. الناس ما تحصل شيء، ما تصد شيء. بالليل هم وسبعه، والليل هو الخطيئه وسواد الانا، واللي منعك ان تعرف يمينك من يسارك. ولهذا اليوم
نشوف انه التلاميذ من سمعه، خاصة التلميذ الذي احبه يسوع اللي هو يوحنا، قال ها ها هذه كلمة الله الخالقة نتذكرها بعد ما شفنا التكوين. هذا هو صوت يسوع، هذا هو صوت الله، هذا هو الرب. بالكلمة مو بالعين، بالكلمة يعني بالكلمة المقدسة التي تلقى على مسامعنا وبالأفخارستية. وهذا تقول على يسوع جميلة. بطرس اللي هو آدم الخاطئ، بطرس أيضا خاطئ، هذا سلم الله وراح ورا الشيطان، قال له تعال خذ من هاي الثمرة فستعرف الخير والشر. كلم شجرة معرفة الخير والشر وترك معرفة الله الحقيقية. هذا آدم. بطرس يشبه عاف الحق والحياة وخاف على نفسه وقال أنا ما أعرفه. 3 times ثلاث مرات يقول هذا اللي كان قريب على يسوع، ثلاث مرات ذكره. يا صداقة اليوم أيضا في هذا العالم شوف صديقك بس يجي يضربك ثلاث مرات بخنجر، مشكلة كبيرة. ولهذا لما تجي على يسوع شاف يسوع ايش دي يسوي؟ خلى خبز وخلى سمك، والسمك هو رمز شنو؟ السمك هو رمز الكنيسة. وش بيه؟ مخلي نار جوا، فإذا النار هي الظروف، النار هي الألم، النار هي الضيقة. هذه السمكة لن تنضج إلا بالنار، إلا بالألم، إلا بالصليب. وبنفس الوقت نخلي خبز، وهذا الخبز اللي هو سر الأفخارستية اللي وحدنا كلنا، بغض النظر ايش يحكون هذول الناس اللي بالإذاعات وغيرها. We don't care. شوفوا سر الأفخارستية منا نشوفه، شلون يسوع ده يحضر سر الأفخارستية وده يحضر سر التبشير وسر الكنيسة. هل تعرفون أن التبشير كان سابقا هو سر من الأسرار؟ كان يبون يضيفوه كسر ثاني اللي هو سر التبشير، بس بعدين ما خلوه. ولكن احنا نؤمن، احنا كرجال دين، بأن التبشير هو السر الضائع اللي حد الآن موجود بالكنيسة. فشوفوا ماذا يقدم يسوع الشيء. بطرس هذا الخبزان يقول له تعال أتحبني؟ يقول له يا نحب أتحبني؟ مرة ثانية مرة قال له يا نحبك ارعى خراف أتحبني؟ قال له يا حبك قال له ارعى غنمي. انقهر بطرس. ليش؟ لأن ثلاثة أتحبني ثلاث راجديان، ثلاث إنكارات سواها بطرس. بطرس أنكر ثلاث مرات، ويسوع بعد القيامة يقول له ثلاث مرات أتحبني. شوفوا هنا أنا سواه هو رئيس الكنيسة، مو عن وسام استحقاق وإنما عن خدمة. شوف السويت اللي قبل القيامة، بس أنا رح أعطيك المسؤولية. ولهذا ورا ما خلص يسوع قبل راح على الشبكة جرها، من جرها هذه هي حركات الراعي، أخذ الشبكة وسحبها بالنعمة، طلعت 153 بالمعنى إنه العالم كله سيبشر بيسوع المخلص. الشيء اللي لازم نعرفه أخوتي وأخواتي، قيامة يسوع هدية، قيامة بطرس والتلاميذ هدية ثانية، الأمر الثالث هو قيامتنا. عندنا سر المعمودية اللي نحكي بيه وبشبح ما حد يفتهمه. المعمودية إنه الله غير المي مالتنا، سواء من مي العالم إلى مي مقدس. وطانا الأفخارستية وطانا الروح القدس اللي هو الميرون، إيش بينا العهد؟ ليش ما بينا قديسين؟ الشاعر يقول نعيب زماننا والعيب فينا، وما العيب في زماننا سوانا. نصير احنا العيب والكاهل على العالم، لازم احنا ننطلق بالمحبة وبالمسيح اللي علمنا بالكرس ونصير قديسين. ولهذا احنا مساكين نحتاج للمسة الروح القدس، نحتاج ان نوقف عند بحيرة طبرية ونجي ليسوع مثل ما اجى بطرس ومصلخ. ليش؟ لانه كان يريد يلتقي مثل ما ادم عرف عراءه وراح شرد ديوره. لا، بطرس سوى العكس، وانما بعراءه ذهب الى المسيح
حتى شنو هو اللي يكسيه بحبه. فخلونا اليوم نطلب كساء يسوع، نطلب ملابس يسوع الخلاصيه. شو ما انطال ادم وحواء الله انطاهم ملابس من جلد، خلي احنا ناخذ هذه الملابس بالنعمه بالغفران بالمحبه.